فيلم سينمائي آخر لمصطفى أشاور اللي هو كذلك أول فيلم سينمائي له اللي هو أدوار كونيكسيون، فكنت من أمل أنه يعجب المشاهدين ويتفاعلوا معها شيئا ما. كين تجربة أخرى وهي تلفزيونية اللي هو 44 للمخرج إبراهيم شكري. طيب بما أننا في سياق الكلام عن المهرجان الوطني للفيلم، يعني تم في حفل الافتتاح تم تكريم الأستاذ محمد قلوي الناقد السينمائي المغربي المعروف، يعني تكريم الناقد السينمائي في مهرجان سينمائي، يعني كم يساعد ذلك في الارتقاء أكثر بصناعة السينما؟ هو كما قلت يعني تكريم ناقد سينمائي يساهم في الارتقاء، هو علاقة جميلة جدا اختارها المركز السينمائي لربما إعادة تشكيل نظرة أخرى للناقد السينمائي، بحيث أنه كرم الناقد السينمائي محمد قلوي الذي أعزه كثيرا بجانب فنانة وهي ملكة العماري، يعني الفنان والناقد، يعني حتى لا تبقى تلك العلاقة توجسية وفيها خوف أو الناقد هو الهدام أو شيء، وهي علاقة جدا بحكم أنه كما كان نقوله بالمغربية اسمع الكلام اللي كيبكيك وما تسمعش كلام اللي ضحكك، يعني النقد ليس بالضرورة أن يكون هداما، يمكن أن يسلط الضوء على النقاط الإيجابية في عمل معين، ولما يكتب الناقد بطريقة تصحيحية لبعض الاعوجاجات إن صح المصطلح على بعض الأفلام فهو من أجل الرقي بها ومن أجل تفاديها في أعمال ما سيأتي من أعمال، فهي أجد أنها علاقة جديدة جدا يمكن أن تكون هذه الدورة خطوة الأولى في هذا المنحة الإيجابي يعني يكون هناك الكل يجتمع من أجل إصلاح ما كان معوجا في السينما المغربية. إذن مشاهدين الممثل المغربي هشام بهلول بألف خير، وهو يعدكم دائما بالكثير وبمشوار فني حافل بالإبداعات. سي هشام ماذا تقول لجمهورك؟ كلمة أخيرة. شكرا 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 جزيلا، وأنا صراحة هنا بمدينة طنجة صح أنني من أجل حضور افتتاح المهرجان لأنني سأغادر بعد يومين بعد يوم، لكن كذلك من أجل الانحناء أمام الجمهور الطنجاوي الجميل جدا الذي خلق من دورات سابقة علاقة حميمية بينه وبين بين الفنانين المغاربة، وبناء يعني بهذا النقطة الالتقاء والتي هي مهرجان الفيلم السينمائي. شكرا لهم ومن خلالهم شكرا لكل الجماهير المغربية التي تضمنت معي، وأشكركم جزيلا، شكرا لمشاهدي ميدان تي في، ونتمنى لك كل التوفيق سي هشام لتتحفنا دائما بالمزيد من الإبداعات إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا إلى هنا نأتي إلى ختام رسالتنا اليوم، غدا موعد جديد مع كل ما يتعلق بالدورة 16 للمهرجان الوطني للفيلم ومع ضيف جديد، انتظرونا وإلى اللقاء.